ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب؟ جاهزين نبدأ؟ هنبدأ مع بعض بإذن الله تعالى الجزء الرابع والاخير من محاضرتنا النهاردة، وهنفهم مع بعض هو احنا ليه بنتعلم بروجكت مانجمنت، او ايه اهمية البروجكت مانجمنت في حياتنا. زي ما قلنا من شوية صغيرين ان حياتنا هي مجموعة من البروجكت. ان لو انت فكرت ان حياتنا عباره عن ايه، حياتنا فعلا عباره عن مجموعه من البروجكت. انا عندي مثلا بروجكت عايز اجهز شقه عشان اتجوز، انا عندي مثلا بروجكت عايز اقدم في رساله ماجستير، فانا ممكن اعتبر رساله الماجستير في حد ذاتها بروجكت. انا عندي مثلا بروجكت عايز فور اكزامبل مثلا ابني عماره او ابني شقه او اصمم بروجكت او مشروع او غيره. انا ممكن يكون عندي بروجكت حتى لو انا بكتب جواب، تخيل كتابتي للجواب في حد ذاته ممكن اعتبره بروجكت. ممكن مثلا لو انا هعمل فسحه مثلا انا والاولاد هنطلع مثلا اجازه اسبوع مصيف، ممكن اعتبر المصيف ده في حد ذاته بروجكت. ليه؟ ما هو بينطبق عليه كل الكلام احنا قلناه، هو ليه بدايه وليه نهايه، ما انت مش هتفضل مصيف طول العمر، وبالتالي في ستارتنج بوينت اللي انت هتاخد القرار وتسافر، وفي اندنج بوينت اللي انت هترجع بالسلامه بيتكم. وبالتالي في كمان سكادول ممكن تعمله للمصيف، في مثلا سكوب هنروح مثلا الساحل الشمالي ولا هنروح ساحل حشيش ولا هنطلع الجونه ولا هنروح اسكندريه، في مثلا ليفل اوف كواليتي هتنزل في فنادق 5 نجوم ولا فنادق 4 نجوم ولا هتروح في شقه مفروشه، ففي ليفل اوف كواليتي انت بتتكلم فيه. في مثلا بروكيورمنت تعاقدات اللي انت هتتصل تحجز بالتليفون اللي انت هتصرف فلوس ولا هتبعت لهم الفلوس على حسابك في البنك، ففي يعني على سبيل المثال جزء خاص بالبروكيورمنت. في جزء خاص بالكوميونيكيشن، هحط بيهم في التليفون، هحجز، ابعت لهم فاكس، ابعت لهم ايميل، ابعت لهم واتساب، كل ده كوميونيكيشن وهكذا. انت ممكن تتخيل ان حياتنا كلها هي فعلا هي اداره مشروعات، اللي انت بتخلص مشروع بتدخل في مشروع تاني، تخلص مشروع تدخل في مشروع تاني. فجوده اداره المشروعات هتفرق في الكواليتي اوف لايف بتاعتنا بصفه عامه. بس فيها في نقطة مهمة جدا لازم نبقى احنا فاهمينها. احنا زي ما اتفقنا ان إدارة المشروعات فيها تعريفات مش موجودة في أي حتة تانية غير في إدارة المشروعات. فمثلا في إدارة المشروعات بيقول لك ان في حاجة اسمها بروجكت وحاجة اسمها بورتفوليو وحاجة اسمها بروجرام. بالعربي مشروع وبرنامج ومحفظة. محفظة يعني بورتفوليو، بروجرام يعني برنامج، بروجكت يعني مشروع. طب ايه الفرق ما بين كلمه بروجكت وبروجرام وبورتفوليو؟ البروجكت ممكن يتنفذ ستاند الون لوحده كده، انا عندي مثلا مصيف فانا عامل تخطيط للمصيف ده، انا عامل اعتبرت المصيف ده مشروع وبعمل له اداره. البروجرام هو عباره عن مجموعه من المشاريع. فده اول فرق ما بين البروجرام والبروجكت، ان البروجرام هو عباره عن ريليتد بروجكتس، عباره عن مجموعه من المشاريع، ولكن خلي بالك ريليتد يعني ليهم علاقه ببعض، يعني انت مش مشاريع منفصله، ده مشاريع ليها علاقه ببعض. جروب اوف ريليتد بروجكتس، او ممكن يبقى فيه سبسيدري بروجرامز، او ممكن يكون فيه بروجرام اكتيفيتيز مانج ان ا كوردينيتد مانن تو اوبتين بنفيتس نوت افيلبل فروم مانجينج ذيم انديفيديوال. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى البرنامج هو مجموعه من المشاريع المرتبطه مرتبطه ببعض، اللي انت من ادارتك للمشاريع دي مع بعض بتاخد بنفيتس، بتاخد مزايا ما كنتش تقدر تاخدها لو انت بتدير كل مشروع لوحده. يعني ايه؟ نتخيل مثلا اللي انا كان عندي مثلا مشروع استشاري، فانا كنت عايز اجيب حد يعمل لي استشارات في الاتش ار، اعتبر ده مشروع، وكنت عايز اجيب حد يعمل لي استشارات في الماركتنج، اعتبر ده مشروع، وكنت عايز اجيب حد يعمل لي استشارات في النواحي الماليه، اعتبر ده مشروع، وكنت عايز اجيب حد يعمل لي استشارات في الجوده، يبقى ده مشروع. طب ايه رايك؟ انا ممكن اجمع دول مع بعض كلهم واتفق مع شركه، الشركه دي تعمل لي استشارات في ال5 حاجات دول مره واحده. طب انا استفدت ايه؟ ممكن رقم واحد يعني اخد الموضوع ده مقاولة معاها واقلل في التكاليف، يعني انا لو كنت هعمل كل استشارات وحديها كنت هتكلف اكس. طب لما انا عملت الاربعه كلهم او الخمسه كلهم مع بعض وفرت معايا في الفلوس، واعرف اعمل نيجوشيشن مع الشركه بحيث اخد سعر افضل، يبقى دي ميزه. الحاجه الثانيه هيحصل نوع من انواع الكوردينيشن، يعني الراجل اللي شغال في اتش ار هيكوردينيت مع الراجل بتاع التسويق، هيكوردينيت مع الراجل بتاع الايزو، مع الراجل بتاع البروجكت، مع الراجل بتاع، وبالتالي اللي انا في الاخر هاخد بلغه التسويق او لغه البيزنس هاخد تيرني كي سوليوشن.
يعني اخد سوليوشن على المفتاح تيرنكي متكامل، يعني الجزء بتاع التسويق متناغم مع الجزء بتاع الحسابات، متناغم مع الجزء بتاع الاتش ار، وبالتالي زي بالظبط كده لما انت تتفق مع حد مكتب يعمل لك تشطيبات الشقه كلها مره واحده، يبقى الراجل ده هو اللي هيجيب لك السباك يعمل لك السباكه، هو اللي هيجيب لك الراجل بتاع الارضيات يعمل لك السيراميك، هو اللي هيجيب لك الراجل بتاع الكهرباء يعمل لك شغل الكهرباء. انا متفق مع جهه واحده، والجهه الواحده دي هي اللي مسؤوله عن كل حاجه جوه الشقه جوه البيت. طب انا استفدت ايه؟ ممكن وفرت معايا اللي انا بدل لو انا هتعامل مع كل واحد لوحده هاخد وقت اطول او هاخد تكاليف اكتر ميبي. والحاجه الثانيه المهمه جدا ان لو حصل اي مشكله انا هروح لصاحب الشركه اتخانق معاه، هو راجل مسؤول عن البروجرام كله على بعضه. يبقى البروجرام عباره عن مجموعه من المشاريع، المشاريع دي ريليتد ببعض يعني بيأثروا على بعض، يعني في بينهم كونكشن، وفي نفس الوقت باخد مميزات اللي انا ادير البروجرام مع بعضه افضل بكتير من اللي انا ادير سيبريت بروجكتس. طب البورتفوليو، البورتفوليو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من البروجكت والبروجرام، وممكن يكون فيه كمان سبسيدري بورتفوليو، واحيانا بيبقى فيه اوبريشن. طب الهدف منه ايه؟ عشان احقق استراتيجيك اوبجكتيف للمؤسسه. هديكم مثلا مثال، عندنا في وزاره الاتصالات اسلام صابر بيسال، عندي كمدير مشروع نفذت مشروع لعده فروع نتورك وهاردوير وسوفت وير. كويس قوي، لو انت عندك المشروع بتاعك اسلام، لو انت عندك المشروع بتاعك مقسمه لمراحل، يعني انا ممكن اعتبر ده ميجا بروجكت وممكن اعتبره بروجرام، الاثنين ينفعوا. ممكن اعتبره ميجا بروجكت لان عندي فيه فيز اسمها مثلا اللي انا هعمل انفراستراكشر الهاردوير، فيز ثانيه اللي انا مثلا هربط الهاردوير مع بعض عن طريق النتورك، فيز ثالثه اللي انا مثلا هعمل السوفت وير لايسنس اشتريها بتاعت الاي ار بي او بتاعت الويندوز او الاوبريتنج سيستم او غيرها. ممكن اعتبر ده ميجا بروجكت واقسمه لمراحل، او ممكن اعتبره بروجرام بس في لو اتحقق عليها الشرطين اللي احنا قلناها. رقم واحد ريليتد بروجكتس، يعني الحاجات اللي انت هتعملها ريليتد ببعض. الحاجه الثانيه ان انت ادارتك للبرنامج كله على بعضه هيوفر لك او هيديك مميزات ما كانتش بتقدر تستفيد بيها لو انت بتدير كل واحد على حده. يعني انت مثلا اتفقت مع شركه فور اكزامبل مثلا اي بي ام تعمل لك تيرني كي سوليوشن، تعمل لك يعني على المفتاح زي ما احنا قلنا تيرني كي سوليوشن، بحيث هي اللي تتفق مع شركات من الباطن وتركب لك الهاردوير، هي اللي تتفق مع شركات من الباطن وهي اللي تعمل لك النتورك، هي اللي تتفق مثلا مع شركات من الباطن وتعمل لك السوفت وير، وانا في الاخر بتعاقد مع اي بي ام بس كبرنامج متكامل ينفع برضه. طب انا استفدت ايه؟ اللي انا بقى عندي مين ريسبونسبل هو الاي بي ام، هي اللي مسؤوله عن كل حاجه في البرنامج وهي دي اللي انا حاسبها على كل حاجه. طيب ده بالنسبه لي السؤال بتاع اسلام. اتفضل سمير، عندك سؤال يا سمير؟ باشمهندس سمير. لا يا دكتور، كان نفس السؤال بتاع المهندس اسلام. ممتاز. كريم عندك سؤال؟ باشمهندس طيب ممتاز ممتاز. في برضه مهمه جدا حاجه لازم نفهمها، الفرق ما بين البروجكت والاوبريشن، ودي برضه من ضمن الحاجات اللي بتلخبط، الفرق ما بين البروجكت والاوبريشن. وركزوا معايا، احنا قلنا البروجكت ليه بداية ونهاية. البروجكت بيطلع يا اما يونيك برودكت يا اما يونيك سيرفيس يا اما يونيك ريزلت. الاوبريشن ملوش بداية ونهاية، الاوبريشن مكمل معاك مستمر. اديكم مثال، بناء المصنع يعتبر بروجكت، تشغيل المصنع يعتبر اوبريشن. ايه الكلام انت بتقوله ده؟ بناء المصنع، انا عايز ابني مصنع، تخيل مثلا هعمل مصنع عربيات، فانا عايز ابني مصنع، فاللي انا هعمل في الاول ايه؟ خطوات انشاء المصنع، اللي انا مثلا هشتري حته ارض، هجهز حته الارض، هطلع بالمباني الانشائيه، هحط مثلا الحاجات الخاصه بالفاير فايتنج او الحاجات الخاصه مثلا بالالارمنج سيستم، اشتري الالات، اشتري المعدات، اشغل المصنع، كل ده بروجكت مانجمنت. طيب تشغيل المصنع نفسه ده اوبريشن. يعني ايه اوبريشن؟ في تكراريه، اللي انا كل يوم هشتري مواد خام، كل يوم هدور مواد الخطوط الانتاج، كل يوم هطلع عربيات هحطها في المخزن، تاني يوم هشتري مواد خام، هدور خطوط الانتاج، هطلع عربيات احطها في المخزن، وهكذا. ففي عندي تكراريه. لو انت عندك الحاجه فيها تكراريه تبقى اسمها اوبريشن. لو انت عندك حاجه ليها بدايه وليها نهايه وما فيهاش تكراريه يبقى اسمها بروجكت. فانا هبني المصنع بس انا مش هبني المصنع كل يوم. انا هاخد مثلا ست شهور، هاخد سنه، هطلع المصنع. بعد ما طلعت المصنع الشركه في حد ذاتها دورها خلص.
تروح تشوف حاجه تانيه. ولكن المصنع نفسه هسلمه بقى لاداره الانتاج. اداره الانتاج هتاخد المصنع تدور المصنع، وبالتالي الاوبريشن عاده بيجي بعد البروجكت مانجمنت. يبقى البروجكت هيخلص هجيب حد يشغله. واضح يا شباب؟ عشان دايما بتيجي الحاجات دي اسئله في الامتحان، يقول لك مثلا البروجكت كان بي، ويديك شويه امثله واضحه. فبتلاقي في النص كده حاجه اوبريشن، لا 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 ده مش بروجكت. من تعريف البروجكت، ما احنا قلنا البروجكت تمبوري، يعني ليه بدايه وليه نهايه. وبالتالي لو المثال اللي انا اديته لك ليه بدايه وليه نهايه يبقى مشروع. لو المثال اللي انا اديته لك ملوش بدايه وملوش نهايه وفي تكراريه يبقى ايه؟ يبقى اوبريشن على طول. واضحه؟ هديكوا برضو مثال تاني. انا لسه كنت بقول مثلا انا عايز اوضب الشقه. توضيب الشقه في حد ذاته ده بروجكت. طب بعد ما وضبت الشقه كل شهر بيجي لي فاتوره كهرباء، بيجي لي فاتوره ميه، بيجي لي فاتوره غاز، ده اوبريشن. عشان انت ساكن في الشقه فبتستهلك كهرباء، بتستهلك غاز، بتستهلك ميه، فعشان كده كل شهر بيجي لك فاتوره غاز او كهرباء او ميه. بتعمل مثلا مينتنانس الاسانسير، بتعمل مينتنانس مثلا للمواتير، بتعمل مينتنانس لاي حاجه في الشقه، كل دي اوبريشن. واضحه يا شباب؟ ولكن توضيب الشقه في حد ذاته ليه بدايه وليه نهايه. انا مش هوضب الشقه العمر كله، هاخد لي سنه في توضيب الشقه، سنتين ثلاثه، ولكن في سكوب معين بخلصه، نطاق اعمال، في مثلا تكاليف معينه صرفتها في توضيب الشقه، في مثلا برنامج زمني للتشطيبات، في مثلا تعاقدات ومشتريات اشتريتها، في مواد معينه بستخدمها او ريسورسز، كل ده بروجكت مانجمنت. وانس ان الشقه خلاص على المفتاح ابتدت بقى كده يحصل لها اوبريشن. يا شباب مين عنده سؤال؟ اتفضل يا باشمهندس ستان. دكتور حضرتك بتقول ان الاوبريشن بيبتدي بعد نهايه البروجكت عاده. بالظبط. وفي حاجه بالنسبه لشغلنا، الاوبريشن بيبقى متضمن داخل البروجكت، معنى ان هو مثلا انا بنفذ مثلا جزء معين اكسكيوشن في المشروع كامبلمنتيشن، يعني في بروجكت مانجر بيتابع مثلا جزء بتاع الاي ار بي، وفي الفيزز بقى اللي بينفذها كامبلمنتيشن ده احنا بنسميه اوبريشن. فهل ده المسميات دي مش كويس؟ انا خدت هاخد المثال بتاع حضرتك باشمهندس اسلام ونتكلم عنه. طبعا الاي ار بي للزملاء اللي يعني اول مره يسمعوا المصطلح، اي ار بي ستاندز فور انتربرايز ريسورس بلاننج، او تخطيط الموارد المؤسسيه. فانا ممكن يكون في عندي في سوفت وير، السوفت وير ده بيدير المؤسسه بالكامل، وفي مجموعه من الموديولز، في ممكن مثلا موديول اتش ار، موديول مثلا ماركتنج او سيلز، موديول مثلا مانيفاكتشرنج، او موديول مثلا انفنتوري مانجمنت، وهكذا. طيب الاي ار بي نفسه عشان اتعاقد مثلا مع شركه ساب او اوراكل او مثلا اودو او اي شركه من اللي بتعمل امبلمنتيشن مثلا مايكروسوفت او غيرها، التعاقد مع الشركه والشركه عشان تيجي وتجهز السيرفرات وتجهز مثلا البلو برينتس للدوكيومنتس المختلفه وتبتدي تعمل انستليشن السوفت وير وتدرب الناس، كل ده بروجكت. مش بقى شركه ساب خلاص التعاقد بتاعها خلص، والموظفين اللي جوه الشركه عمالين بقى كل يوم يدخلوا داتا انتري معينه، كل يوم يطلعوا تقارير معينه، كل يوم يطلع لهم الارمات معينه، كل ده اوبريشن. طيب اثناء التنفيذ، يعني لما كانت شركه ساب بتشتغل معايا كانت مثلا بتعمل اناليسز، كانت مثلا بتعمل تيستنج، كانت مثلا بتعمل تريننج للناس، كل الكلام ده هو يعتبر برضو اوبريشن انكلودد في البروجكت اللي انا بنفذه. ولكن الاوبريشن ده برضو ستيل لفتره محدوده، هي مش عارف مش تعمل لك تريننج طول العمر. يعني هتدرب مثلا عندي 300 واحد في المصنع مثلا، هنقسمهم ل 20 30 مجموعه وندرب كل مجموعه على حده. بس بعد ما خلصت خلاص التريننج لل 300 واحد دول انا همشي وخلاص. انت يعني المصنع نفسه هو اللي هيدور نفسه بنفسه. فممكن يكون من ضمن الاكتيفيتيز، اللي انا بستخدمها في البروجكت، اللي انا بعمل تريننج للناس، اللي انا بعمل مثلا اويرنس سيشن، اللي انا مثلا بجهز تقارير معينه، احيانا ببقى بعمل لهم صيانه لفتره محدده مثلا وزن الوارنتي مثلا لمده سنه او سنتين، بعمل صيانه للابلكيشن او بعمل ابديتس او مينتنانس الابلكيشن. بس وانس ان السنتين خلصوا وانا خدت فلوسي كشركه اوراكل، خلاص بقى اللي بيدور الاي ار بي سوليوشن من اوله لاخره المصنع مش الشركه. واضحه يا باشمهندس سلام؟ واضحه يا دكتور، متشكر جدا. جود لك. مين تاني عنده سؤال؟ كريم عندك سؤال؟ اوكي يا دكتور. طيب ممتاز. حد عنده سؤال؟ باشمهندس عبد السلام، باشمهندس احمد، باشمهندس اماني، حد عنده سؤال؟ لا واضح يا دكتور، كتر الف خير. طيب ممتاز. على فكره الحاجات دي مهمه جدا في الامتحان،
يعني هي محتاجه فهم. خلي بالكم البي ام بي كلها محتاجه تتفهم. يعني يعني اللي يقول لك البي ام بي حفظ انسى، البي ام بي مش محتاجه تحفظ خالص، ولا وانا بقول لك من دلوقتي ما تحفظش حاجه خالص في البي ام بي، افهمها هتلاقي الامتحان ان شاء الله بسيط وسهل، وطبعا بال يعني بالحل بالممارسه هتلاقي المواضيع سهله. فاللي احنا قلناه مع بعض، عرفنا يعني ايه كلمه بروجكت، عرفنا يعني ايه كلمه اوبريشن، عرفنا يعني ايه كلمه بروجرام، عرفنا يعني ايه كلمه بورتفوليو. يجي بقى البي ام بي يعمل لك رسمه كده يشرح لك من خلالها العلاقه. اتفضل يا سمير، اتفضل يا باشمهندس سمير. هو يا دكتور بس بخصوص النقطه بتاعت الضمان والمينتيننس بس. يس. انا مثلا دلوقتي في المشروع اللي انا فيه حاليا، خلاص مثلا المفروض الشهر الجاي هسلمه، وهتبدا السنه الضمان او السنتين الصيانه اللي على الشركه نفسها. انا بالنسبه لي انهي المشروع، ولا هيفضل معايا سنه او سنتين الصيانه؟ ما دي على حسب التعاقد اللي ما بيني وما بين الشركه. يعني احيانا بنخلي فيه جزء من الفلوس بتاعتي بتتعلق بانتهاء الضمان. يعني هديك مثلا مثال عندنا في الحكومه، ممكن مثلا تكون الحكومه 5% او 10% لشركه اكس، وفي خطاب ضمان معين، الخطاب ضمان ده متعلق عندي في الحكومه لغايه لما يخلص الضمان، وبعد كده اسيل خطاب الضمان او ارجعه للجهه. فانا ليه انا حاطط الكلام ده؟ عشان افرض مثلا الشركه اخلت بالصيانه، يعني مثلا كان في مشكله في مكنه معينه، او في مشكله في سوفت وير او هارد وير، والشركه تقاعست او اتاخرت معايا، ابتدي بقى اخصم منها، واجي في نهايه التعاقد اقول لها بصي بقى، انت كان ليك عندي مثلا 100,000 سوفت، انا خصمت منه كذا كذا كذا، فانت ليك عندي مثلا وليكن 70,000 ولا 60,000، عشان في عندك بنالتي خصم من عليك. تمام. يعني بس انا بالنسبه لي المشروع لسه ما اتقفلش لحد ما سنتين او سنه الضمان بالظبط، لغايه لما اقفل كل حاجه في المشروع بما فيها المينتننس. خلي بالك ما تعتبرش مينتننس، يعتبر زي اويرنس اللي انا عندي، زي اعتبر اللي هو اللي احنا بنسميه كده وارنتي، اللي انا عندي فيه وارنتي بقفل بيه المشروع بتاعي. تمام. قال النقطه الثانيه، انا خلصت المشروع وسلمته، وبعد كده عملت عقد الصيانه، دي حاجه ثانيه بقى خالص. اللي انا بعمل عقد الصيانه اللي انا اعمل مينتننس للموضوع اكوردنج لايه، اكوردنج لي طلبات الـ يعني الـ الجهه المانحه الثانيه. فهو دي ده الفرق بقى. تمام يا دكتور. طيب جود لك يا شباب. طيب بصوا معايا الرسمه دي، الرسمه دي موجوده في الكتاب بتاع البي ام اي. الرسمه دي بتقول لك دي بيبقى لك الحدوته كلها. الشركه بيبقى ليها استراتيجي، ليها استراتيجيه. الاستراتيجيه عشان تتحقق بيبقى في مجموعه من البورتفوليوز عشان احقق الاستراتيجيه. كل بورتفوليو ممكن يكون تحتيه مجموعه من البروجرامز او تحتيه مجموعه من السب بورتفوليو زي ما انتم شايفين. يعني ممكن بورتفوليو تحتيه بورتفوليو، وممكن بروجرام يكون تحتيه بروجرام، وممكن بروجرام يكون تحتيه بروجكتس، او ممكن بورتفوليو تحتيه بروجكت، او ممكن بورتفوليو تحتيه اوبريشن. يعني ايه الكلام ده؟ نفس الكلام ده بالظبط عندنا في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزاره الاتصالات هي وزاره خدميه، يعني احنا يعني بلغه البيزنس بنسميها جي تو جي، يعني حكومه في حكومه. وزاره الاتصالات ما بتقدمش حاجه مباشره للجمهور، ولكن بتقدم حاجه مباشره للحكومه. يعني مثلا انا عايز امايكن وزاره الصحه، ممكن استعين بوزاره الاتصالات تمايكن لي وزاره الصحه. انا عايز امايكن مثلا وزاره التربيه والتعليم، ممكن استعين بوزاره الاتصالات تمايكن لي وزاره التربيه والتعليم، وهكذا. فانا جوه وزاره الاتصالات انا عندي بورتفوليو، بورتفوليو للصحه، بورتفوليو للتعليم، بورتفوليو مثلا ليه الناحيه القضائيه، وهكذا. جوه كل بورتفوليو يا اما جواه مشاريع يا اما جواه برامج، وجوه كل برامج يا اما جواه مشاريع يا اما جواه اوبريشنز، لغايه لما اوصل في الاخر للشيرد ريسورسز والستيك هولدر اللي عندي. فانا عندي وزاره الاتصالات من الداخل فيها ريسورسز. يعني ايه ريسورسز؟ كلمه ريسورسز معناها موارد. الموارد دي ممكن تبقى موارد بشريه، هيومن ريسورسز. فوزاره الاتصالات من الداخل عندها موظفين، موظفين بقى سواء بقى مديرين سواء فنيين سواء مهندسين، عندها مجموعه من الـ يعني الناس الـ يعني الموظف. وبرده من ضمن الريسورسز الفلوس، وزاره الاتصالات ليها ميزانيه عندها فلوس، وزاره الاتصالات عندها الات ومعدات، وزاره الاتصالات عندها مكن على عندها كل اسمها ريسورسز. فكلمه ريسورسز معناها هيومن ريسورسز، معناها ماتيريالز، معناها اكويبمنت، معناها اي حاجه مورد الشركه بتستغله عشان تطلع بيه يعني انتاجيه في الاخر، وتطلع بيه اوبجكتيف في الاخر. يعني ايه كلمه ستيك هولدرز؟ ده برضو مصطلح جديد. ستيك هولدرز معناها يعني المعنيين. يعني ايه المعنيين؟ كلمه ستيك هولدرز يقصد بيها كلمه المعنيين. معنيين معناها ايه؟ معناها ان اي حد بيأثر على البيزنس بتاعك بوزيتيف او نيجاتيف يطلق عليه معني.
يبقى كلمه ستيك هولدر اي حد بيأثر على المشروع بوزيتيف او نيجاتيف يطلق عليه المعنيين بالمشروع. وده برضو من ضمن المصطلحات الجديده في اداره المشروعات. فعلى سبيل المثال مين يديني اكزامبل على المعنيين؟ يعني مثلا ناخد مثال انا ببني عماره، مين يديني اكزامبل على الستيك هولدرز العماره او مشروع بناء العماره؟ اول واحد صاحب الارض او صاحب المشروع. كويس، يبقى انا عندي صاحب النشاط اللي انا بسميه عندي بلغه اداره المشروعات بنسميه سبونسر، سبونسر او الراعي. يبقى اول واحد الراعي او السبونسر. ايه كمان؟ المقاول. المقاول كويس قوي. لو استشاري. انا باطن للاستشاري، ممتاز. الاستشاري خلي بالك الاستشاري ممكن يوقف لك المشروع وممكن ينجح لك المشروع، وبالتالي الاستشاري واحد من المعنيين بالمشروع. كلام منطقي جدا. ايه كمان؟ الحي. الحي كلام منطقي جدا، عشان من خلال الحي باخد تصاريح او من خلال الحي اللي انا ممكن يوقف لي المشروع. تخيل حتى الجيران بتوعك اعتبروا ستيك هولدرز، الجيران الناس اللي ساكنين حواليك، عشان الجيران ممكن يشتكوك في الحي، الجيران ممكن. فدايما كلمه ستيك هولدر اي حد بيأثر على المشروع بوزيتيف او نيجاتيف، اي حد بيتأثر بالمشروع بوزيتيف او نيجاتيف يطلق عليه ستيك هولدر، بدايه من البروجكت مانجر، البروجرام مانجر، البورتفوليو مانجر، طبعا الديسيجن ميكرز كلهم، لو عندي حد في البروكيورمنت التعاقدات، عندي حد في المشتريات الشؤون القانونيه، العمال الموظفين العاملين في المشروع التيم وورك يعني او الناس اللي بتشتغل معاك، الكلاينت واحد طبعا من الستيك هولدر، سبونسر الراعي، كل دول اسمهم ستيك هولدرز. اتفضل يا ماجد. وانا بس كان عندي كونفيوجن دكتور احمد، الحي في المثال ده هل نعتبره ستيك هولدر ولا نعتبره انفايرمنت؟ لان احيانا الانفايرمنت بتفرق برضو. طيب حلو قوي. هو احنا بصفه عامه يعني، بص انا هرسمها لكم كده عشان برضو يبقى احنا فاهمين. الستيك هولدرز في انترنال ستيك هولدرز في اكسترنال ستيك هولدرز. يعني اعتبر مثلا لو انا خدتها كده اهو، اعتبر ان دي المشروع على سبيل المثال، الدايره اللي انا رسمها لكم كده، المشروع ده عباره عن ايه؟ هو جزء في مؤسسه، المؤسسه دي جزء في الحي زي ما انت بالظبط بتقول. فعلى سبيل المثال الناس اللي جوه المشروع هو ده جزء من الستيك هولدر. يعني مثلا لو انا عندي مثلا مدير المشروع، لو انا عندي الناس العاملين في المشروع، الموظفين، الناس، كل ده ستيك هولدر. طب انا عندي مثلا قسم الحسابات، ده بره المشروع خالص، ولكن المشروع عشان يصرف فواتير لازم تعدي على الحسابات. المشروع مثلا عشان يشتري اسمنت وزلط وبتاع لازم يعدي على الحسابات، وبالتالي الحسابات برايا بره قياده مدير المشروع، ولكن هو ستيك هولدر بيأثر على المشروع. نفس القصه بالظبط قسم المشتريات، هو ده بره المشروع ولكن بيأثر على المشروع. طب نطلع بره المؤسسه خالص، انا عندي ادي الحكومه الحي، هو الحي بره المؤسسه خالص، ولكن المشروع عشان يطلع تصاريح يدخل ميه يدخل غاز يدخل كهرباء لازم ياخد موافقه من الحي. فلو الحي وقف لي الموافقه يبقى انا كده المشروع نفسه اتعطل. فيعني عندنا مثلا اكمل مشاريع مبنيه، لو انتم مشيتوا على الطريق الدائري ممكن تلاقي في مشاريع مخالفه، وتلاقي جه الحي وجا مش عارف ايه قاعد يكسروا لهم في المباني عشان خاطر هو مخالف. فممكن يكون حد من الحي ياثر على المشروع يوقع المشروع يوقف المشروع، او ممكن حد من الحي يديك تصريح ويشغل لك المشروع على سبيل المثال. فانت عندك بالنسبه لمدير المشروع انت عندك كنترول على الحته اللي في جوه دي عشان هي دي اللي جوه المشروع. طيب بس انا ما عنديش كنترول مثلا على قسم الحسابات، ولا عندي كنترول على قسم المشتريات، ولا عندي كنترول على الحي. عشان كده جمال بقى البي ام اي يقول لك ايه؟ يقول لك كان في الاصدار الخامس كان بيسموها ستيك هولدر مانجمنت، اداره الستيك هولدر. لما جيهم في الاصدار السادس خلاها ستيك هولدر انجيجمنت. انجيجمنت معناها ترابط، معناها التواصل مع، معناها. فقال لك المدير المشروع ما عندوش كنترول على كل الستيك هولدرز، في بعض الستيك هولدرز تحت قيادته، وبالتالي هو بيبقى عنده ابر هاند وعنده كنترول عليهم، اللي هم الناس اللي جوه المشروع. ولكن الناس اللي بره المشروع مدير المشروع ما عندوش ابر هاند عليهم، ما عندوش كنترول عليهم، ولكن بيعمل معاهم انجيجمنت. انجيجمنت يعني ترابط. فمثلا الكلاينت اهو، ادي الكلاينت، الكلاينت بره الشركه خالص، ولازم انا كمدير مشروع يبقى علاقتي جيده جدا مع الكلاينت، عشان لو الكلاينت مش عاجبه المشروع ممكن يقول لك انا عايز افسخ التعاقد، انا مش عاجبني المشروع ده. يعني مثلا حضراتكم الكلاينتس بتوع بيزنس بارك على سبيل المثال،
فتخيل مثلا انا كمدير مشروع مش عارف ادير علاقتي مع الكلاينتس، فخلاص الكلاينت قال لك طب بص بقى انا بعتذر وعايز اسحب فلوسي ومش عايز اكمل الكورس، حقه طبعا. وبالتالي يبقى انا كمدير مشروع لازم اهندل الستيك هولدرز، ولازم ادير فريق العمل اللي شغال معايا في المشروع. ومن هنا يطلع علم كامل او يعني او فصل كامل في الكتاب اللي هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله تعالى في المحاضرات القادمه، اللي هو اللي اسمه الستيك هولدر انجيجمنت. انجيجمنت او ازاي تدير علاقتك معهم، سواء بقى الناس المعنيين اللي داخل المشروع او الناس اللي خارج المشروع. واضحه كده الدنيا؟ تمام يا دكتور. ممتاز. ومن هنا بقى يطلع الكونسبت الشهير اللي موجود في الكتاب اللي هو اسمه organizational project management. فالorganizational project management defined as a framework، الطريقه بقى او الاطار العام in which project we programs we portfolio are integrated with الorganizational enabler. طب بنعمل الكلام ده ليه؟ to achieve the strategic objective. فالكتاب رسم الرسمه دي، هيقول لك الموضوع بمنتهى البساطه، الشركه من الداخل ممكن فيها مجموعه من البورتفوليو، مجموعه من البروجرام، مجموعه من البروجكتس، مجموعه من الاستراتيجيز، مجموعه من الاوبريشنز، بس لازم يحصل نوع من انواع التناغم والترابط ما بين كل الدنيا دي كلها. طب ده ليه؟ عشان خاطر نحقق الاهداف الاستراتيجيه للمؤسسه. وهو ده فعلا الترابط اللي بيحصل على مستوى المشاريع والبرامج والمحافظ داخل المؤسسة. واضحة شباب؟ مين عنده سؤال؟ مين عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يسأل. تمام كده؟ طيب هناخد اخر موضوع معانا النهارده، البروجكت لايف سايكل، اخر حاجه وهنقفل بيها باذن الله تعالى محاضرتنا. البروجكت لايف سايكل بالعربي بنسميها الدوره الحياتيه للمشروع. الدوره الحياتيه للمشروع. يعني ايه الدوره الحياتيه؟ المشروع اعتبره اللي هو كائن حي. يعني ايه كائن حي؟ يعني بيتولد وبيكبر وبعد كده بيموت. يعني بالظبط ليه بدايه وليه نهايه. يعني بالظبط ليه ستارتنج بوينت وليه اندنج بوينت. فلو بصينا مثلا على الكائن الحي الانسان، الانسان بيتولد فاعتبر ليه ستارتنج بوينت وبنعمل له شهاده ميلاد، وبعد كده بيكبر بينمو يوصل لمرحله الماتيوريتي النضوج، وبعد كده يكبر يوصل لمرحله الشيخوخه، يوصل لمرحله الديكلاين الى ان يتوفاه الله، الى ان خلاص بقى الله يرحمه. فنفس الفكره بالظبط المشروع. انا كشركه عايز ابني عماره سكنيه، اعتبر ان من اول مثلا قررت ان انا اشتري حته الارض ودفعت فلوس واشتريت الارض وطلعت بالمباني، كل دي دوره حياه المشروع لغايه لما سلمت الشقق وخدت حسابي وخلاص بقى صفيت التعاقد وخلصت كل الالتزامات اللي عليا كمقاول وخلاص قفلت. ده بالنسبه لي المشروع خلص خلاص، اخد انا الفلوس اللي معايا واستثمر في ارض جديده وابني مشروع جديد وهكذا. فهو ده اللي بنسميه البروجكت لايف سايكل. فالبروجكت لايف سايكل هي مجموعه من الخطوات، مجموعه من المراحل، من اول ما المشروع يبتدي لغايه لما المشروع يتقفل. هو ده معنى كلمه البروجكت لايف سايكل. زمان كان المشروع بيتعامل بطريقه بنسميها البريدكتيف، حديثا بقى بيشتغل بطريقه اسمها الادابتيف. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ زمان يعني الناس اللي كانت بتدرس بي ام بي على الاصدار الثالث او الرابع او اول الخامس حتى كان بيتكلم على حاجه اسمها شلال الميه او لوتر فول، مش عارف سمعتوا المصطلح ده قبل كده ولا لا، هرسمه لكم. بصوا معايا، في حاجه عندنا اسمها شلال الميه او لوتر فول. الوتر فول يقول لك الشلال عامل بالشكل ده. نتخيل مثلا انت عندك شلال ميه بينزل من فوق لتحت. فنتخيل او زي السلم مثلا، لو انت مثلا بتمسح سلم فحاطط ميه من فوق فطبيعي ان الميه هتنزل من فوق لتحت. فكان من وجهه نظرهم زمان اللي انا اخلص مرحله ادخل على المرحله اللي بعديها، اخلص مرحله ادخل على المرحله اللي بعديها، اخلص مرحله ادخل على المرحله اللي بعديها. يعني صعوبه شويه اللي انت ترجع من مرحله لمرحله اللي قبليها بس ممكن تتم، صعوبه شويه اللي انت ترجع من مرحله لمرحله اللي قبليها بس ممكن تتم، صعوبه شويه وهكذا. فكان النظام التقليدي في اداره المشروعات بيسموها ووتر فول او بيسموها بريدكتيف. بريدكتيف بالعربي معناها تنبؤي. ووتر فول بالعربي معناها شلال الميه يعني. طيب الـ الكلام ده كان لغايه الاصدار الرابع كلام منطقي جدا، عشان البي ام اي لما ابتدت اصلا على المشاريع بتاعت الكونستراكشنز او كانت
المنهجية بتاعتها متوافقة أكتر مع مشاريع كونستراكشن. لما الدنيا ابتدت يعني تتقدم شوية ابتدت تظهر السوفت وير بروجكتس مانجمنت اللي أنا بعمل مشاريع في مجال السوفت وير، وابتدى يطلع علم جديد اسمه الأجايل. مش عارف أكيد طبعاً بعضكم اللي شغال في مجال السوفت وير ديفلوبمنت فاهم يعني كلمة أجايل. فكلمة أجايل اتس مايند سيت أو دي طريقة في التفكير بتخلي المشروع أكثر تكيفية مع بيئة العمل المحيطة. فمن هنا ابتدى يظهر كلمة أدابتيف بروجكت مانجمنت أو تكيفي. فابتدى المشروع بالمنظر ده اللي أنا ببقى تكيف أكتر مع بيئة العمل. فلو حصل تغيرات في الانفايرومنت أنا كمان ببتدي أتغير معاها، لو حصل تطور في الانفايرومنت أنا كمان ابتدي أتطور معاها وهكذا. فمن هنا ظهرت كلمة البريدكتيف آسف الأدابتيف بروجكت مانجمنت سايكل. فظهر في من حوالي 15 سنة تقريبا ابتدى يظهر مجموعة من السوفت وير ديفلوبرز وابتدوا يعملوا اجتماع مع بعض وطلعوا حاجة اسمها الأجايل مانيفستو. دي عبارة عن ميثاق للأجايل وحطوا مع بعض حاجة بيسموها الأجايل برينسيبلز أو المبادئ بتاعت الأجايل. كانت من ضمن المبادئ بيقولك ويلكم تو تشينج، احنا ما عندناش مشكلة خالص لو حصل أي تشينج في الانفايرومنت، بالعكس احنا عندنا طبيعة تكيفية مع كل التغيرات اللي بتحصل في السوق. ابتدت بقى البي ام اي في الاصدار الخامس وكملت في الاصدار السادس وكملت اكتر في الاصدار السابع. قالت لك انا عايز اغير المنهجيه بتاعتي في اداره المشروعات، بدل ما تكون بطريقه بريدكتيف تبقى بطريقه ادابتيف، واللي انا اشتغل اكتر بطريقه الاجايل مايند سيت في اداره المشروعات. وده اللي احنا هنشرحه بالتفصيل يعني المحاضرات اللي جايه، وهنتكلم الفرق ما بين الووتر فول والفرق ما بين الاجايل في طريقه يعني اداره المشروعات بصفه عامه. طيب نرجع مره تانية للبروجكت لايف سايكل. يبقى من وجهه نظر البروجكت لايف سايكل ليه بدايه ستارتنج بوينت وليه نهايه اندنج بوينت. البروجكت لايف سايكل ستارتنج بوينت، طب بعد ما نعمل ستارتنج نوصل لمرحله البريبيرنج. البريبيرنج او اللي هي زي التخطيط للمشروع او الاعداد للمشروع، البريبيرنج اورجانايزنج اند بريبيرنج. يبقى بننظم دولاب العمل، بنبتدي نعمل البريبيرنج وبعد كده كاري اوت ذا ورك وبعد كده اندنج ذا بروجكت. فلو خدنا نفس المثال بتاع العماره السكنيه، انا قررت اشتري حته ارض، طب بعد كده هبني على طول؟ لا طبعا، اكيد هعمل رسومات الهندسيه، هتعاقد مثلا مع جهه استشاريه هي اللي هتعمل لي مثلا التصميمات بتاعه المشروع، هي اللي هتعمل لي شكل الواجهات، هي اللي هتعمل لي شكل المداخل، هي اللي هتعمل لي التصميمات بتاعه الوحدات السكنيه. طب بعد ما عملت الكلام ده يعني على الورق، ابتدي بقى يعني الكلام الرسومات اللي على الورق انزلها على ارض الواقع في صوره تنفيذ. فنيجي بقى نبتدي بقى نعمل جسات ونبتدي نحفر ونحط الاساسات بتاعه العماره، نطلع بقى بالبيزمنت الدور الاول الثاني الثالث لغايه لما نخلص الهيكل الانشائي بتاع العماره. نبتدي بقى نعمل التشطيبات بتاعه العماره بقى، الميه والكهرباء والمداخل وكل حاجه، وفي الاخر خلاص خلصنا المشروع نبتدي نسلمه. فده اللي بسميه البروجكت لايف سايكل. طب من وجهه نظر بقى البي ام اي يقول لك البروجكت لايف سايكل ده بيتم من خلال خمس مجموعات عمل سماها البروسيس جروبس وتسع مناطق معرفيه، اسف 10 مناطق معرفيه سماها نوليدج ارياز. فعندي فيه خمس مجموعات عمل اللي سماها بروسيس جروبس، خمس مجموعات للعمليات بروسيس جروبس سماها الانيشيشن، البلاننج، الاكسكيوشن، المونيتور اند كنترول، والكلوزنج. وعندي فيه 10 مناطق معرفيه هنتكلم عنها بالتفصيل من خلال الكورس بتاعنا. هنتكلم على السكوب مانجمنت، السكادوال مانجمنت، الكوستس مانجمنت، الكواليتي مانجمنت، هنتكلم على ريسورسز مانجمنت، الستيك هولدرز مانجمنت، الكوميونيكيشن مانجمنت، البروكيورمنت مانجمنت، الريسكس مانجمنت، واخيرا الانتجريشن مانجمنت. هنتكلم على 10 دول. ال10 دول في الكتاب كل منطقه معرفيه واخد لها شابتر كامل في الكتاب، شابتر كامل في الكتاب. فلو رجعنا مره ثانيه للكتاب اللي احنا شرحناه بسرعه او شرحنا الفيرس بتاعه بسرعه، شايفين الكتاب ده على سبيل المثال؟ فاحنا قلنا الكتاب ده عباره عن كام؟ 13 فصل. اول فصل انترودكشن اهو، ده اول فصل. طب تاني فصل قلنا environment in which project operate. طب تالت فصل قلنا الرول اوف بروجكت مانجر. طب الفصل الرابع، يبقى احنا كده خلصنا اول ثلاثه، عشان كده قلت لكم اول ثلاثه احنا بنسميهم عندنا الفريم ورك. طب العشرة الباقيين كل واحد فيهم ماسك منطقه معرفيه. ففي منطقه معرفيه اسمها الانتجريشن مانجمنت، هنتكلم عنها بالتفصيل، البروجكت انتجريشن مانجمنت، فده الفصل الرابع.
وفي عندي منطقه معرفيه اسمها السكوب مانجمنت. دي الفصل الخامس اهي البروجكت سكوب مانجمنت. وعندي منطقه معرفيه اسمها سكادول مانجمنت، دي الفصل السادس، وهكذا. فتلاقي الكتاب عباره، لو احنا عايزين نفهم الكتاب، هما 3 فصول الفريم ورك و10 فصول اللي هي النوليدج ارياز، وهكذا السكوب مانجمنت والكوست مانجمنت وهكذا. وهندرس ده بالتفصيل ان شاء الله تعالى من المحاضره اللي جايه. واضحه؟ يبقى تاني، يبقى انا في الاول خالص كان عندي بروجكت لايف سايكل اللي هي الدوره الحياتيه للمشروع، وبعد كده عندي 5 مناطق معرفيه، اسف 10 مناطق معرفيه و5 مجموعات عمل. فايه هي الخمس مجموعات عمل؟ انيشيشن بلاننج اكسكيوشن مونيتور اند كنترول وكلوزنج، وهي ال10 مناطق معرفيه، السكوب والكوست والسكادول والبروكيورمنتس والكواليتي والريسكس والستيك هولدرز والانتجريشن. كل دول هم ال10، كل واحده من ال10 دول مين فصل كامل في الكتاب. واضح؟ طيب اخر حاجه، زي ما اتفقنا اللي انا عندي اداره المشروع ممكن يكون بطريقه بريدكتيف اللي احنا سميناها الووتر فول، او بطريقه ادابتيف اللي احنا سميناها الاجايل. يعني ايه بريدكتيف؟ اللي انا بقى متوقع او متخيل السكوب بتاع المشروع من بدايته، التايم بتاع المشروع من بدايته، الكوست بتاع المشروع من بدايته. فانا في اول مشروع انا فاهم الدنيا رايحه فين في الاخر. دي تنفع كويس قوي مع الكونستراكشنز، الناس اللي شغاله في مجال الانشاءات او المقاولات او على سبيل المثال التطوير العقاري، فدول شغالين عاده بالووتر فول. الناس اللي شغاله في السوفت وير عاده شغاله بالاجايل اللي هي الادابتيف تكنيكس. هنشرح التفاصيل دي المحاضره اللي جايه ان شاء الله تعالى. المشروع بيبقى ليه مجموعه من الفيزز او المراحل، وكل مرحله بيبقى ليها في الاخر فيز جيت، نقطه كده في نهايه المرحله عشان اتشيك انا ماشي صح ولا ماشي غلط. فدي باينه قوي في الرسمه دي اهي، اللي انا عندي مثلا اعتبر ان دي فيز، فيز اسمها ستارتنج، فيز اسمها اورجانيزنج. بس قبل ما انقل من الفيز دي للفيز دي، في المعين ده اللي انا بسميه الفيز جيت، اللي هو المعين ده الرسمه دي. قبل ما انقل الفيز دي للفيز دي بيبقى في معين ده بسميه فيز جيت، اللي هو المربع ده او المعين ده. فالفيز اللي هي المرحله زي هنا عندي فيز 1 فيز 2 فيز 3 فيز 4، اللي تحت اسمها الفيز جيتس. واضحه؟ انا كان بالظبط عندي تشيك بوينت كده اتشيك من خلالها انا ماشي صح ولا ماشي غلط، فدي بنسميها الفيز جيت. مين عنده سؤال؟ انا كده خلصت محاضره النهارده، اللي عنده سؤال يسال. دكتور انا كنت بعت على الشات. اتفضل. حاليا يعني في الكورس مناسب بنجاوب على النقطه دي، فرق ما بين الاجايل ونوع والسكرام. بص انا هرد عليك سريعا. اولا الاجايل، الاجايل دي زي ما احنا قلنا مش صغيرين، هي طريقه في التفكير، حتى بنسميها اجايل مايند سيت. طيب في ناس كتيره ابتدوا يشتغلوا على الاجايل من ضمنهم سكرام، فجت يعني جايهم مجموعه من الناس. كلمه سكرام هي اولا في لعبه كده مش عارف انت عارفينها ولا لا، تعرفين اللي هي الامريكان فوتبول، الناس بيبقوا واقفين فيها، اللعيبه اللعيبه نفسهم بيبقوا متشابكين بطريقه كده، اللعيبه عارفين بيلبسوا حاجات غريبه كده في جسمهم، فاللعيبه دول طريقه التشابك اللي عاملينها دي اللي بيسموها سكرام. فالسكرام دي طريقه وقوف اللعيبه، دي معنى كلمه سكرام يعني. فده مصطلح امريكي وخدوه برضو الناس بتوع الاجايل وعملوا ميثودولوجي كامله اسمها سكرام. السكرام دي احد الطرق اللي بتابلاي الاجايل. يا ترى دي الطريقه الوحيده؟ لا مش الطريقه الوحيده، في طريقه ثانيه اسمها كايزن، في طريقه ثانيه اسمها اكس بي، في كذا طريقه للاجايل من ضمنهم السكرام، ولكن السكرام هي اكثرهم شيوعا في مجال الاجايل. فلو فيكم حد درس سكرام ماستر او حد يعني خد كورس في الاجايل، هتلاقي السكرام دي احد الشهادات المتبعه في يعني تدريس الاجايل، ولكن مش الوحيده، في شهادات ثانيه غير السكرام. الترجمه حرفيه اسلام للاسف. انت عارفين ليه جوجل ترانسليت بالبلدي كده يعني. فطبعا لو حد فاميليار بالانجلش، الانجلش بالنسبه له اسهل عشان في بعض المصطلحات تبقى ترجمه حرفيه للاسف يعني. طيب هضطر دكتور احمد، حضرتك قايل انا هقول في اخر مثلا طريقه الاسئله بتبقى جايه ازاي. طيب هبعت حاجه، هبعت لكم على الواتس عشان بس السيشن هتقفل حقيقه لان دلوقتي. اوكي انا هقفل معاكم دلوقتي وهكمل معاكم على الواتس ان شاء الله. طيب يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.